الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين، اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب استحباب تحسين الصوت بالقران وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها، قال رحمه الله: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. متفق عليه. وهذا الحديث حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة العشاء فقرأ بالتين والزيتون، والشاهد لهذا الباب قوله: فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن صوته بالقرآن تحسينا بالغا ويحرص على ذلك صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث جواز قراءة غير أواسط المفصل في صلاة العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالتين والزيتون في صلاة العشاء، والتين والزيتون من قصار المفصل. وجاء في رواية أخرى أن هذا كان في السفر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى بهم صلاة العشاء فقرأ التين والزيتون، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حتى وهو في السفر يحسن صوته في الصلاة بالقرآن ولا يعجل في قراءتها، وإنما يحسن صوته بها. وهذا الحديث فيه دلالة على هذه المسألة، وهو أنه يجوز أحيانا أن يقرأ بغير أواسط المفصل في صلاة العشاء، لأن الصلاة يقرأ فيها بما جاء في السنة وهذا هو الأفضل. فصلاة الفجر يقرأ فيها بطوال المفصل، هذا هو السنة في صلاة الفجر. وطوال المفصل من سورة قاف وقيل من الحجرات إلى سورة النبأ، هذا طوال المفصل. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ السورة كاملة في الركعة، لأنه كان يقرأ سورتين، سورة في ركعة وسورة في ركعة، وكلاهما من طوال المفصل. وفي صلاة الظهر والعصر والعشاء يقرأ من أواسط المفصل، وأواسط المفصل من النازعات إلى الضحى، وفي صلاة المغرب يقرأ بقصار المفصل وهي من الضحى إلى الناس. وهذا هو الغالب في فعله صلى الله عليه وسلم، ولكن يجوز أحيانا أن يقرأ بغيرهما، ويجوز أن يقرأ بما يعادلهما من غير المفصل، كما جاء في الحديث عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أطال الصلاة على الناس صلاة العشاء قال: فاقرأ بالشمس وضحاها أو مثلهما أو مثلهما، فدل على أنه يقرأ بهذه السور أو بمثلها في القدر، بمثلها في القدر، لأن هذه هي السنة، هذه السنة في الصلاة. فهنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالتين والزيتون، فيكون هذا من السنة، يكون هذا من السنة قراءة هذه السورة في صلاة العشاء. وإذا أخذنا برواية أخرى تكون سنة في السفر، فإذا صلى الإنسان في السفر صلاة العشاء فيقرأ بالتين والزيتون، يقرأ بالتين والزيتون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ثم قالوا: عن أبي أمامة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغن بالقرآن فليس منا، رواه أبو داود بإسناد جيد. قال النووي رحمه الله: معنى يتغنى أي يحسن صوته بالقرآن. وهذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، اختلف العلماء رحمه الله في معنى التغني هنا. فما معنى التغني؟ قالوا: الاستغناء بالقرآن. معنى التغني هنا الاستغناء بالقرآن، أنك تستغني بالقرآن عن غيره. وقيل في معناه كما ذكر النووي رحمه الله وهو التحسين، قال يحسن صوته بالقرآن. التغني هنا معناها التحسين، تحسن صوتك بالقرآن. وكلا المعنيين محتمل،
كلا المعنيين محتمل، والثاني أقرب، المراد بالتغني هو التحسين، تحسين الصوت بالقرآن. ولكن قد يشكل في قوله صلى الله عليه وسلم من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، مع أننا ذكرنا أن التغني وهو تحسين الصوت بالقرآن سنة ومستحب وليس بواجب، وإنما هو على باب الاستحباب عند أهل العلم. فكيف هنا قال ليس منا وليس منا؟ هذا من باب الوعيد، وقد ذكرها العلماء أنها من الكبائر. يعني إذا قال النبي ليس منا من فعل كذا فإنه يدل على أنها من الكبائر، كقوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، يدل على أن الغش من الكبائر، ونحو هذه الأحاديث. فيجاب عن هذا ما أجابه بعض أهل العلم، قالوا أن المعنى هو الاستغناء بالقرآن وهو واجب، ومن لم يستغني بالقرآن عن غيره فهو آثم، لأنه لا بد للمسلم أن يستغني بهذا القرآن ولو بالقدر الواجب الذي عليه، لأن القرآن ما أنزل إلا من أجل العمل به. وقيل في معنى هذا أيضا أنه على المعنى الثاني، معنى التغني وهو التحسين، قالوا من ترك تحسينه احتقارا له، من ترك تحسينه احتقارا له، فعلى هذا يحمل المعنى في قوله صلى الله عليه وسلم فليس منا. وعلى كل حال المسلم يحرص على تحسين صوته بالقرآن، وقد ذكرنا أن تحسين الصوت بالقرآن إما أن يكون موهبة من الله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون بالاكتساب وهو بالتدريب، تدرب نفسك على تحسين الصوت. وقد رأينا هذا أن بعضهم كان صوته عاديا ثم مع التدريب والتمرين والمواصلة تحسن صوته حتى بعضهم تحسن صوته إلى أن صار قارئا جميل الصوت. فلذلك على كل حال أن المسلم يحرص على مسألة التحسين، لأن التحسين يعني تحسين التلاوة وتحسين الصوت من الأمور التي حث عليها الشرع. آخر ما ذكر المصنف في هذا الباب حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، قال اقرأ علي القرآن، فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري. قال فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تدرفان. متفق عليه. وهذا الحديث ذكره المصنف لموافقة التبويب، حيث قال رحمه الله وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها. فهذه من الأمور المستحبة التي ينبغي أن تشاع خاصة في المجالس، طلب القراءة من حسن الصوت في القرآن أن يقرأ، فقد كان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن هدي الصحابة من بعده. وقد كان الصحابة كما جاء عنهم أنهم إذا اجتمعوا أمروا واحدا أن يقرأ ثم هم يستمعون، فهذه من السنة، خاصة إذا كان الذي يقرأ حسن الصوت فإن هذا أقرب إلى القلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن مسعود اقرأ علي القرآن، فقال أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أستمعه من غيري. فلما قرأ عليه من سورة النساء حتى جاء إلى قوله سبحانه وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال له حسبك. فالتفت ابن مسعود الرسول فإذا عيناه تدرفان. فدل هذا على أن الاستماع إلى القرآن من الغير قد يؤثر في القلب أكثر من قراءتك. وقد ذكرنا في الدرس السابق أن هذه متعلقة بالقلب، وقد يكون القلب في حالة يحب الاستماع وفي حالة يحب أن يقرأه، وأيما وجد المرء قلبه فليتبع. إذا وجدت قلبك في الاستماع فاستمع، إذا وجدت قلبك في القراءة فاقرأ. المهم أنك تجمع بين هذين الأمرين، بين القراءة وبين الاستماع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال أحب أن أسمعه من غيري، فالقرآن له لذة في قراءته وله لذة في استماعه. وكثير منا قد يفرط في أحد الأمرين، إما في الاستماع أو في القراءة، والموفق من جمع بين الأمرين، بين الاستماع وبين القراءة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعله جلاء همومنا وأحزاننا،
وأن يجعله شفيعا لنا في ذلك اليوم العظيم، إنه ولي ذلك وقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.